أحسن الله إليكم. سائق أرجع سيارته قليلا فحصل احتكاك خفيف مع سيارة بجانبها، ولم يقف هذا السائق كي يعتذر من صاحب السيارة في موقف عام، لكنه أخرج مبلغ 300 ريال بنية الصدقة عن صاحب السيارة المعطوبة، فما توجيهكم؟ هذا لا يكفي، ما دام يعرف صاحب السيارة فعليه أن يذهب إليه وأن يطلب منه المسامحة أو يدفع له مقدار الضرر الذي حصل بسيارته، ولا يعفيه من ذلك أنه يتصدق بحقه وهو موجود ويعلم مكانه ويعرف اسمه ويمكنه الوصول إليه، لا بد من تفاهم معه. نعم.